وكما تطمح المملكة بتحقيق أمن غذائي شامل ومستدام. وبحلول عام 2020 ستحاول المملكة تغطية نصف مزارعها على الأقل بخدمات الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية. شيل عفشك يلا، لازم نمشي من هنا. يلا يا اخوي، انت ايش فيك يا ابن حلال؟ خلص المهرجانات ما بعد خلصت اخوي، فرصه نطلع شوي العالم الخارجي ونرجع مره ثانيه. يا اخي طيب خلاص ازعجتنا، يعني الواحد حتى ما يعرف يتروش على راحته. وش ذا ام عاد؟ يا هو يا جماعه المويه انقطعت. عزيزي العميل، لقد تجاوزت حد كل يومي في استخدام الماء، علما بأن الاستهلاك اليومي للفرد والذي حددته منظمة الصحة العالمية هو 83 لتر. للمعلومية، الفرد السعودي يستهلك 3 أضعاف هذا الرقم. لذلك دبر نفسك اليوم عشان تتعلم ما تسرف، وشكرا. يا أخي أدري أن الماء سر الحياة ومفروض أن ما نسرف فيها، بس ما لهم داعي يقطعون علي كذا وأنا في نص الشاور. خلك أحسن عشان تتعلم. يا أخي أنت بتقعد تستلمني كذا طول الخط تهزيه ولا شلون؟ فكني عاد. يعني الحين أنت ما تدري أن المملكة عندها احتياج الموية وافتقار بشيء ما هو طبيعي، ومع ذلك معدل استهلاك الفرد الواحد صارين ماخذين المركز الثالث. يا أبوي معليش، ألقى تزعجني؟ ترى موية البحر وش كبرها وش عرضها ما تخلص، يعني بتفهمني اني ما تكفينا وتقعد تزعجني كل يوم زي كذا على مشاكل المويه اللي عندنا شلون؟ يعني التحليه هذه اللي هي تعتبر اكبر مصدر مياه عندنا، على بالك بسيطه وسهله وبلاش؟ العمليه معقده ومكلفه، وتدري ان التحليه هذه تزيد ملوحه مويه البحر. تراك مكثر الملح شوي. ما شاء الله ما تلاحظ ان الاشجار بدت اكثر عندنا في الشوارع؟ الاشجار هذه ضروريه عشان تحل مشكله التصحر عندنا. لا اتوقع الشارع كذا بيقوم ينظف عمره من الغبار لعيونك. حتى تعرف يعني قاعد مع المدير واجد يعني، فصاحب ساحب من اخوك، حتى اقبالك انت تخوني وتصير رهيب ان شاء الله. خالد تكفى يا خالد، انقذني يا اخي، وش السالفه؟ ما اعرف انزل. طيب اسمع، جيب لي سلم اي شيء، جيب لي الدفاع المدني، تكفى. خلك ما ادري، ما طلعت نزل عمرك، دبر عمرك يا كفو.